الموضوع الفلسطيني، جاءكم أحد أكبر المناضلين عميد الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية سمير القنطار، تعرض في الواقع هنا لاعتداء. حضرتك شجبت وشجبتم يعني كل من نعرف مواقفهم أساسا يعني حيال فلسطين. الآن السؤال بعد الثورة في تونس كان كبيرا، هل ستغير تونس مسارها؟ هل ستخضع لضغوط دولية حيال الصراع العربي الإسرائيلي؟ لكي نختم هذا الحديث، ماذا تقول عن مستقبل العلاقة مع إسرائيل؟ أقول لك أنه لم يحدث في تاريخ تونس أن العلاقات بين تونس وإسرائيل كانت صفر. الآن هذه العلاقات هي صفر. نحن نعتبر أن هذه الثورة قامت لجملة من الأهداف، من بينها الكرامة. وعندما نطلب الكرامة لأنفسنا لا يمكن أن ننكرها على غيرنا، أو لا يمكن أن ننكر أن تكون الكرامة حقا لغيرنا يطالب به، فما بالك عندما يكون هذا الغير هو شقيق يدافع عن قضية دفعت من أجلها دماء تونسية غالية منذ الأربعينات والثلاثينات، ودماء فلسطينية على أرض تونس أيضا. ودماء فلسطينية على أرض تونس. نعتبر هل ضغط عليكم الأمريكيون لفتح علاقات مع إسرائيل؟ لا مطلقا نهائيا مطلقا، ولا طلبوا؟ يعني أنا في المشهد الرسمي منذ تقريبا بعد أسابيع قليلة من دخول السيد موسى مرزوق لرئاسة الجمهورية، وأؤكد لك أن الأمريكان لم يطلبوا ذلك مطلقا منا، وربما قد تكون لديهم رغبة في طرح، ولكن يعرفون أن هذا الأمر لا قدرة لتونس على القيام به، لأن هذا يضع الشكوك حول التزامها وحول ثورتها وحول موقفها التاريخي. لا يمكن أن نكون الآن جزءا من مسار يهدف إلى الانقلاب على ثوابتنا كتونسيين وموقفنا النهائي وغير القابل للمساومة في الالتزام بقضية الشعب الفلسطيني.